could have been like the TV making those sounds, right? Dude, what kind of TV show sounds like that? Do you think the voices could be in your head? Maybe because you miss your family? I don't know anymore. Emma, yo, what the hell is that? Ah! Holy shit! Hey, Psycho Squad! So I'm back! I miss you so much! توحشكم بزاف بزاف! لحقاش دابا شي 40 ايام ولا ما عرفتش 5 ايام ما صورتش والو، يعني راه كاع اللي دوت اللي كيتلاحوا راه كيكونوا ديجا مصورين ومونطين وكلشي وكنلوحهم، ولكن 5 ايام ما صورت، عرفتي راه بالنسبة لي أنا راه مدة طويلة بزاف. أوكي سوكو سكواد، كيدايرين لاباس عليكم؟ أنا بعدا ماشي لاباس، علاش؟ عاد جيت من الستي سو، فين ما تسمعوني راه ماشي لاباس عرفوني راه عاد جيت من الستي ولا عاد غادي نمشي للستي سو يا بديت تنسطع باش راني سو يا الخوت. في ذاك الفيديو اللي جبت فيه دايلر وكذا كنت انا محرش، ولكن فهمتيني لي فان ديالو بداو يسبوني وداك الشيء في انستغرام وداك الشيء كامل، ذاتس فاكين اوكي. ولكن بغيت نستشر معكم في واحد القضيه، شعري دابا هو راه ملون يعني في الشمس راه كيبان موف، يعني في الشمس راه كيبان موف، ولكن هنايا ماشي يبانش الموف، يعني ماشي يبانش داك الموف اللي باغي انا. سو اي واز ثينكين اباوت، كنت كنفكر باش نزيد نفشح له الموف اكثر، يعني يبان موف اكثر. سو قولوا لي واش نفتحو ولا لا، يعني واش نفتح اللون ديال الشعر يبان موف كثر، يعني قريب للغوز الاحمر الموف راكم عارفين، ولا نخليه بحال هكا. سو اتس يور تشويس، نتوما اللي غادي تختاروا. واليوم راكم شفتوا من تيترو المينياتشر باللي غادي شي حاجه بزاف، عاوتاني شي حاجه الهربه. رياكشنز ديالي من احسن رياكشنز في العالم الخوت. سو اللي كنتي جديد على هذا الفاكين شانل دير واحد لايك وما تنساش ديك سبسكرايب ضروري. ما عرفتش انا دابا انت كتفرج فيا وكيعجبك الكونتنت ديالي ومازال ما دايرش سبسكرايب، يعني شنو كيعني هذا الشيء؟ بغيت نخرج لك بالليل الخوت، القواعد ديال الفيديوهات باش تفرجوا في الفيديوهات ديالي ديال الرعب، ايزي 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 سالي. غادي تفوا الضواء، غادي تبقاو بوحدكم في البيت، ما يكون معكم حتى شي واحد في البيت، غادي تجاهدوا الصوت ديال الفيديو، ديروا لي زياش وركزوا معايا في الفيديو باش غادي تعيشوا واحد ليكسبيريونس ديال الرعب اللي ما عمركم غادي تعيشوها في شي قنت. اوكي ساكو سكواد، اي لاف يو سو ماتش. نبداو بالفاكين فيديو، ما تنساوش انستغرام ديالي والشين تاني ديالي اللي كنغني فراغ غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. ويا نبداو ساكو سكواد فور لايف انترو. سكواد سو نبداو الفاكين رياكشن ديالنا 1 2 and freaking fucking 3. اوكي سو دابا ما جاتهمش رساله من عند واحد البنت عندها 18 عام، دابا اختنا هذه عندها 19 عام وسميتها ايما. اورايت كتسمع شي اصوات غريبه في الدار. She says that when she's alone at night in her room, she hears voices outside of her door pretending to be her mom and other family. Oh, holy shit! Holy fucking shit! ملي كتكون جالسة ولا ناسة بوحدها في البيت ديالها كتسمع، يعني مثلا هذا هو الباب، هي كتسمع برا الباب بان كاينين شي اصوات اللي كيدعيو انهم ماماها وباباها والعائلة ديالها كاملة، يعني العائلة ديالها راه ما كاينينش في الدار ولكن دوك الاصوات كيديروا بحال راه العائله ديالها كاينه. يعني تخيل دابا نتايا ناعس بحال هكا والديك مسافرين ولا شي حاجه وشويه كتسمعهم بحال راه كاينين في الدار وهما راه ما كاينينش. وات كمل. صيفطات ليهم هذا الفيديو هذا كدليل على انها كتسمع هاد الاصوات، يعني ماشي غير توهمات ولا شي حاجه، ناري تفرجوا بالفيديو. زعما ماما كتهضر معاها وماما ما كايناش. وات ذا فاك وات ذا فاك. تخيل انت جالس بحال هكا وماماك ما كايناش في الدار وشويه كتسمع في الباب هي مثلا انت سميتك حسن غونزاليز، هي حسن غونزاليز افتح الباب، ومثلا حسن ماما مسافره ولا شي حاجه، ناري والدار خاويه ناري. الصاد كمل. انتم ديما سبونسر فين ما نديرو رياكشن عليهم تبقاو ديرو سبونسر، بغيت نتبعها الفلوس. Fuck off! Seems like it. Did you see the video she sent us? It could have been like the TV making those sounds, right? Dude, what kind of TV show sounds like that? I don't know, dude. I'm just sketched out by this. Right now, let's just worry about getting there and seeing what she has to say. خوتنا مخلوعين الخوت بسبب داك الفاكين فيديو اللي صيفطات لهم ايما. قال لي داك الصاد داك مول المضادر قال الاخر قال لي راه يقدر يكون في مجلي غير شي برنامج تلفزيوني وكذا، وقال لي راه الصوت ديال ماما صاحبي من برنامج تلفزيوني ولا رنو. وات ذا فاك سير اشي مخلوعين خوتنا الصاد.
ما وصلوا مع العصرة ديال الليل. او شي هير وي جو اجين. ويلي ولي غتشبك عاوتاني. اورايت هاي ايما. هاي ايما. Nice to meet you, Parker. Can we come in and can we talk? Okay, thank you. Emma, Zia, Khush. So, Emma, can you tell us more about what you've been hearing at night? So, at night, I hear voices. في الليل كتسمع شي أصوات. So, usually it's just this one voice and it says, Emma, it's mom, come out of your room. قالت لي باللي كاين واحد الصوت تبقى يقول بحال هكا it's mom. لا اما it's your mom. زعما اما انا راه ماماك. هو دابا راه تبين واحد الفيديو. ها هي ناري الصوت. It sounds like my mom, but I haven't lived with my mom in 4 years. I don't even speak to her anymore. Holy shit. دابا بلا شباب باش نفهمكم. دابا هو راه الصوت بحال ديال ماماها ولكن ما متاكداش واش ديال ماماها. لحقاش ماماها ما عاشتش معاها شي 4 سنين يعني تقريبا بحال الصوت ديال ماماها وكذا بدا كيتنسى لها شويه ولكن باقا عاقل عليه. سوا الصوت هذا ما عرفاتش واش ديال ماماها ولا ديال شي حاجه اخرى. The fuck. وشي مرات الصوت ديال باباها ولا جدها ولا جداتها. But you realize that this has to be someone pretending to be your family members. وهاد الاصوات ماشي تيقولوا اي حاجه. راه تيقولوا شي حاجه اللي متعلقه بايما يعني شي حاجه اللي ما غاديش يعرفها اي واحد من غير الا كان من العائله ديال ايما. ولا 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 دبرتو عليها. دبرتو الجنون غير يحضروا في هذا الفيديو. دبرتو عليها. So have you ever tried to see where these voices are coming from? Well, it's at the middle of the night and they sound like they're right outside the door. I can't get up and just hits the door. قال لها فوقاش كيجيوك هاد الاصوات يعني فوقاش كتسمعيهم ولا واش عرفتي المصدر ديالهم ولا شي حاجه. قالت لي ديما كيجوني في الليل ومورا الباب يعني كما قلت لكم قبيله يعني فهمتيني. حسن غونزاليز نعس هنايا وماما فهمتيني كاينه غير تماك ولا شي حاجه. واخا هي راه ماما ما كايناش في الدار ولكن صوتها كاين تماك يعني بحال هكا. مخلوع اختنا الصاط. What the fuck على سؤال شحال ستوبيد. قال لي واش ما كتظنيش بان هاد الاصوات هادو راه كيكونوا غير في راسك لحقاش انت توحشتي العائله ديالك. What the fuck الصاط. راه صيفطات لك فيديو مسموع فيه الصوت ديال ما ولا ما عرفت انا. What the fuck وصيفطات لك فيديو اصاحبي. واش فيديو هي غتكون داك الاصوات جابتهم من راسها وحطاتهم في الفيديو. راه الصوت راه كاين في راس الصوت شمن تخيلتي ولا نصرف قدين ديماك سير. Alright, Emma, listen. I know you're going through a really tough time right now, but we're going to help you. قال لها غادي نعاونك. Sleep normally tonight and act normal. We're going to set up cameras from your house. قال لها غادي نحطوا الكاميرات تمشي نمشي غير نعسي عادي وما تسوق حتى شي حاجه وحنا غنتكلفوا. يا العنيبات. Just make sure you lock your bedroom door tonight. قال لها غير سدي عليك البيت ديال الناس. ايما عزيزي يا خوتي. ايما فيني دغا خوش. هو باش يركب الكاميرا شو دلا دينا وشوفو شنو غادي يطرا. ما بدوش يتسناو. Okay, so we're waiting in the car right now. It looks like Emma's getting ready to go to sleep. هاي ايما شتنا. ايما عفيني. ايما شاخ داود الحاج. زاهية مع ايما اخوتي. هاي الدار اخوتي كما كتشوفو. Dude, we're gonna be waiting here all night. Bro, we don't have a choice. باقي ما طرا والو. روشين اليومي صاد. بغينا ايما دير لنا روشين اليومي اخوتي. بغينا ايما دير لنا. بدات كدير روشين اليومي. شو الدراري هني. او مان هولي شيت. وات ذا فاك. والله جات تخلعت اصاحبي. والله جات تخلعت. وعلاش اصاحبي تبقاو ديرنا هاد الفاكين سبويلر الصاد. راه تتخلعونا الصاد. شو الفيديو. أقسم بالله ما مفرج فيه.
غير التيتر ديالو وداك الشيء ودرت ليه تيليشارج عاج وحطيته في البيسي، راه والله ما نفرج فيه ناري. يعني دابا بحالي بحالكم حتى انا راه نتخلع. Holy shit! وناري ولي 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 شالي وتلاشت المرة تخلع شخص صاحبي والله ما يمكن الصار. Wake up! One of our cameras isn't working. What? Just switch to another one. الكاميرا خسرات. Holy shit! Holy shit! الصوت هاد فيديو كاميرا صاحبي افخاخ. قال لي ما الكاميرا الاولى خسرات، قال لي ما عاد تشوف الكاميرا الاخرى، قال لي راه خدامه مزيان. After 2 seconds Bro what the hell was that? Was it a guy? Turn off the audio, see if it's اسمع 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 عاوتاني عاوتاني كتقول لي خلي ماما كتدخل. قلت ليه قال لي هذاك هذاك الحمار الوحشي ولا ما عرفتش داك الشيء، قال لي خلي ماما كتدخل خلي ماما كتدخل دابا وخوت. ويلي 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 وات ذا فاك. انا وقال شي نحلم بزاف اصاحبي نكملوا. قال لي يلا ندخلوا نعتقوها. هولي شيت ووو What the fuck was that? واش خطفوا؟ شكون هي هذيك؟ قالت لهم انا راني بخير دابا ما بقيتش محتاجه للمساعده ديالكم. هو تيسول فين هي ايما؟ لحقاش هذيك ماشي ايما الصاد. قالت لهم انا ويت بنت لي ايما بحال ضحكات في واحد اللقطه ريح ناري. عرف شي يكون هذا الشيء كذوب؟ عرف شي ويكون هذا الشيء كذوب؟ غنشوفوا ايما هنايا بنت لي بحال ضحكات. انا راه ما نكذبش عليكم وجهها كيدير بحال ملك الموت. لا لا بنت لي مخلوعه بصح ما عرفتش بان لكم نتوما شي بصح ولا لا. وات ذا فاك شتي تابعهم اصاحبي واو وات ذا فاك. واو العزيه فين ندرا مخلوعه الصاد. قال لي يلا نغيرو يلا نتحركو يلا نهربو. وات ذا فاك وا وي ار ستيل وركين تو ديفاي هو ذا مان واز. قال لي بلي حنا مازال كنتحققوا شكون هو داك الساط اللي كان تماك. راه ماشي الساط راه ساطه راه مرا هذيك. وات ذا فاك الساط وات ميمكنش اصاحبي والله ما فهمت انا شي حاجه الساط. وما داروا لنا لا توضيح لا والو. يعني ماشي قالوا لك اشنو طرا من موراها واش رجعنا للدار ديال ايما العزيه فين دغاو ولا شي حاجه والو مشاو صافي. خوش اقسم بالله تتخلع ترى والله ما كنت كنمثل عليكم زعما ولا باش طلع رياك شنو. وهو حق الرب انا راه الفيديو والله ما نفرج فيه. اول مره غادي نتفرج فيه هي دابا وبزاف اصاحبي راه والله بعد هذوك ثلاثه المرات فاش يلاه بان وحق الله العظيم جات تخلع شاف شي اش نغوت مني شي الصاط راه شي حاجه اللي ما يمكنش. او راسك سكواد كانت والله ما كنبغيش نقول الصاط لا فهمتيني لحقاش عارفكم فهمتيني باقي انا باغي نتفرج في الفيديو وباقي باغي نطول في هذا الفاكين فيديو. ولكن شوف غادي ندير معكم واحد البلان باش ما يساليش هذا الفاكين فيديو دغيا. غادي ندير واحد البلان غادي نعاود لكم واحد ستوري تايم اوكي انس ديال هاد ستوري تايم. ستوري تايم وقعت لي وقيلا هادي شي 4 ايام ولا 5 ايام ولا شي حاجه بحال هكا. المهم ملي حبست التصوار من تماك يعني بقوه الخلعه من داكشي اللي طرا لي حبست التصوار اوكي. شنو طرا لي؟ كنت بحال هكا مريح في البيت عادي كانوا لي زالتر هنايا لي زالتر فمشيني يعني مره فاش كنقيسهم لدرجه انهم غمالو. راه البارح وقيلا فمشيني بديت كنتعلم البوكس باش غادي نشد شي بنادم غادي يطلقوا بالعصا. المهم بقيت بحال هكا فهمتيني كندرب باللي زالطر. المهم ديك خمس ايام هادي لي زالطر كانوا غاملين يعني ما كنش كاع قايسهم. ناس فقت بحال هكا كنلقى لي زالطر ماشي في بلايصهم
وام فاكين شور انا متاكد مليار في المية بان ما كاين حتى شي واحد كيدخل من هذا الباب ديال البيت ديالي الا ولا قلت لي يدخل ولا شي حاجه. يعني هذه قاعده عندي في الدار انا ما كيدخل حتى شي واحد للبيت ديالي من غير لا بيرميسيون ديالي. سو كنت ناز بحال هكا لي زالتر هنايا عادي يعني بلاصتهم راه باينه انت ما كنلقاهمش بلاصتهم. كنسول مولين الدار شكون اللي قاسهم كذا 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 تيقولوا لي بعدا انا راك عارف حنا ما تندخلوش البيت راه تكون غير نتايا بحال هكا قصيهم ولا شي حاجه ولا صمت لك تا. واحد الليله الخوش سهرت ديك فاش كنتفرج في داك السيري ديال The End of the Fucking World سهرت وبقيت سهران حتى لديك الخمسة وستة. عرفتي دابا باغي نشوف هاد الفيديو يقول لي كتسربك حتى لستة واخا قطع الويفي. المهم هي هذيك بقيت سهران مشيني غادي كنتفرج كدا شويه بدات كديني عيني يعني بديت كنغمض بحال هكا شويه الخوت. اقسم بالله ما نكذب عليكم كنضرب بحال هكا فهمتيني لحقاش دابا كاين المرايه هنايا وانا كنعس هنايا وكندير راسي من هنايا سو كنبقى نشوف راسي في الليل في المرايه وكنبقى ندير بحال هكا فهمتيني كنبقى نهز التليفون بحال هكا وكنبقى نضوي بحال هكا باش فهمتيني كنجي كنخلع وكنبقى نشوف راسي في المرايه. هادي قاعده فيا كنديرها ديما وما كنخافش من الجنود زعما من المرايه ولا الليل كنخاف من حتى شي حاجه. بدات كديني عيني شويه كنشوف في المرايه بحال هكا لحقاش فهمتيني ملي كنشوف في المرايه بديك الطريقه كنتوقد مزيان يعني كنتوقد باش الا جا شي جني ولا شي حاجه نطرش الدين ديما. سو بحال هكا درت بحال هكا وكتبان لي الخوت فهمتيني واحد الطايره وحده مهزوزه بحال هكا فوق الارض اقسم بالله ما نكذب عليكم كتبان لي بحال هكا مهزوزه في الارض وملي طاحت ماشي طاحت سمعت بغ ولا شي حاجه طاحت فهمتيني بحال غير شحطات يعني وداك الشيء راه كان في رمشات عين ماشي بحال هكا بقات مهزوزه قدام وش حطات يعني راه في رمشات عين. ما عرفت الخوت واش فهمتيني غير توهم ولا غير تخيلتها ولا شي حاجه. المهم انا بانت لي بحال مهزوزه وتحطات بانت لي هي ماشي وراه هي تهزات وتحطات بلا ما نقولوا لا راه واقيلا بانت لي راه هي تهزات وتحطات واش شي جن هزا ولا كذا راه فاكين نو. سو زيكو سكواد كانت هذه ستوري تايم والفيديو ديال اليوم الى عجبكم درنا واحد لايك سبسكرايب لك تجديد على هاد الشين هادي راك عرفتيني كي داير راك عرفتيني باللي حمق سو ما تنساش دير لايك وسبسكرايب ضروري باش ما تزقلش اي فيديو ديالي لحقاش فيديو واشي واعرين وكنفتخر بهم. اوكي الخوش ما تنساوش توصلوني ل 10 ك فولورز في الانستغرام ديالي وصيفطوا لي ميساج راه كنجاوب كلشي والله حتى كنجاوب كلشي غير اللي ما جاوبتوش اسمح لي راه كنكون ناعس كنكون كرمون طيب كنكون بحال هكا كنصور يعني الميساجات راه ما تنشوفهمش ويا تلقاو في الفيديو الجاي وما تنساوش الشين الثانيه ديالي اللي كنغني فيها غادي تلقاوها في اليام في الاول في الديسكريبسيون سيروا ديروا لها سبسكرايب ووصلوني ليها 10000 ابوني جاي. سو يا نتلاقاو في الفيديو الجاي اي لاف يو سو ماتش ويا ايما العزيه في ليندغا ذا واز سافج.